مبادرة حياة كريمة عايزة تعمل للبسطاء تغير من حالهم شوية، توصل لهم الكهرباء، توصل لهم الطرق، تقرب لهم مسافات المدارس، يعني حيث طبعا انتوا عارفين المكان هنا صحراوي، وفي نفس الوقت الأطفال بيعانوا عشان يروحوا المدارس. بادرة جميلة تقدر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا لأول مرة على مدى حياتي، أنا لي 50 سنة في قرية أبو سير، على الأولى والسابقة الأولى في عهد السيد الرئيس السيسي إن في مسؤولين جم. إحنا عندنا أولاد ما دخلوش المدارس خالص، ليه؟ لبعد المسافة، مسافة بعيدة جدا. مدرسة أبو سير بيننا وبينها 4 كيلو أو 5، مدرسة حبون بيننا وبينها 3 كيلو. إحنا نطالب طبعا بحذف، يعني حتى فصول ابتدائي يعني بتبقى موجودة، يعني لما يكبر الولد شوية سهل إنه يمشي ويتنقل ويتحرك. لكن إحنا دلوقتي في نجع أبو بريوة نطالب بمدرسة، حتى لو مدرسة ابتدائي، نطالب بوحدة صحية، نطالب بوحدة بحاجات اللي هي بتعمل تطريز للبنات وعشان يتعلموا النسيج والغزل والحاجات ديت. يعني نطالب بحياة كريمة لقرية أبو سير ونجع أبو بريوة. نطالب طبعا بتوصيل طريق السلطاني ده، لأنه هو شريين الحياة بالنسبة للمنطقة هنا. نطالب بشارع يوصل لحد البحيرة عشان خاطر الناس اللي بتصطاد سمك ديت يعرفوا ياكلوا عيش ويطلعوا السمك بتاعهم ويبيعوه في 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 ظروف سهلة شوية، بدل المعاناة والتعب، لأن في الشتاء والله ما بتقدروا المعاناة اللي هم بيعانوها. في 3 بيوت للأسف الشديد الصورة طبعا ظاهرة ومرئية للجميع، بيوت معمولة بالسقف الخشب، مسقوفة بخشب. في عندما ينزل الشتاء بتلاقي المطر بيخر على الناس جوه، كل بيت أقل حاجة فيه 9 تنفار جوه البيت، كل بيت من البيوت 3 فيه 9 تنفار أو تحت العجز والزيادة زي ما بيقولوا، يعني كده يعني في بيشوفوا الويلات في الشتاء، كمان التراب والطينة في الشتاء بيتبهدلوا جدا. ثانيا الموضوع ما فيش صرف صحي طبعا، في حمام أبيار معمولة أبيار، كمان الشتاء لما بينزل بيوصل الأبيار بيملاها، فطبعا بتبقى حياة صعبة جدا جدا في مرحلة الشتاء. احنا البيوت زي ما انتم شايفين مسقوفة بسقف الخشب، عايزة توضيب، عايزة سيراميك، عايزة حياة كريمة. احنا طبعا احنا نعجز عن شكرنا لمبادرة حياة كريمة رعاية السيد رئيس الجمهورية. ويا ريس ربنا يطول في عمرك وربنا يحميك، وان شاء الله تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حياة الكريمة عاوزة تسقف لنا البيت وتعمل لنا بلاط وتركب لنا عداد مية وعداد كهرباء، بس يقبل عني شوارع وكهرباء وكشافات. مطرة بتنزل علينا ما لاقينش مطرة احنا نقعدوا فيه. شكرا للرئيس السيسي اللي عاوز يعتني بينا ويصب لنا بيوتنا. Thank you.